للمزيد حول تزايد ظاهرة الاتجار بالبشر في العراق تنضم إلينا عبر الهاتف من أربيل المحامية والناشطة الحقوقية الأستاذة وسن الدليمي. أستاذة وسن، بداية مرحبا بك. بعد العثور على 10 عاملات أجنبيات محتجزات في بناية في أثناء إخماد حريق في حسينية ببغداد، وربط البعض هذه الحادثة بظاهرة الاتجار بالبشر، يثار السؤال عن الأسباب التي تجعل هذه الجريمة تزداد في أي مجتمع، ما هي الأسباب؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لجنابك أستاذ العزيز والمشاهدين الكرام وقناتكم الموقرة. كرمت الشرائع السماء والأرض الإنسان بوصفه أثمن ما في الوجود، لكن للأسف تسعى بعض المافيات والتجار بالبشر بالنزول بمستوى حضيض للإتجار بالبشر، طبعا بطريقة لا تليق بآدمية الإنسان. هذه الظاهرة طبعا حسب إحصاءات دولية هي ظاهرة متفاقمة على المستوى الدولي، ليست فقط محليا، لها عدة أسباب. إذا ناخذها على المستوى الداخلي المستوى المحلي، أهم الأسباب اللي أدت إلى تفاقم هذه الظاهرة عدم وجود استقرار سياسي، عدم وجود استقرار اقتصادي نتيجة أنشطة التنظيمات المسلحة، استغلال السلطة، المشاركة الفعلية بإدارة السلطة من قبل هذه يعني الجماعات المسلحة أو غيرها، ضعف إدارة الدولة، تراخي الأجهزة الأمنية. بالفترة الأخيرة بدأ نشوف بعض الحزم من قبل الأجهزة الأمنية، نشاط أكثر في سبيل مكافحة ومحاربة هذه الجرائم والتصدي لها، لكن نرجع نقول ليست في المستوى المطلوب. أن يصل الأمر إلى تسخير العمالة بأعمال تفوق العمل الآدمي إلى سرقة أعضائهم البشرية، هؤلاء العمال الأجانب الذين أدخلوا إلى العراق بشكل غير قانوني الآن هم أصبحوا مكشوفين، ليس هناك قانون يحميهم. ما هي تداعيات هذا الأمر لو استفحل؟ يعني هل من إجراءات ربما قانونية للحد من استغلال البشر على هذا النحو في العراق؟ بالتأكيد استغلال هشاشة وضعف الأمن وعدم وجود رقابة صارمة وقيود على الأعمال الأجنبية، طريقة دخولها واستغلالها ليس فقط في العمالة إنما مجرد دخولها بشكل غير قانوني تشكل خطر على المجتمع في ارتكاب جرائم، سرقات، الخطف، وحتى تستغل في العمليات الإرهابية. دخول هؤلاء الأشخاص بشكل غير قانوني يجعلهم عرضة لكل أنواع الاستغلال الغير مشروع. أكيد بالنهاية لابد ووضع قوانين صارمة ومتابعة من قبل الدولة والأجهزة الأمنية للحد من انتشار هذه الجرائم أو يعني السيطرة على المنافذ الحدودية، السيطرة على الحدود، لأن هذه تدخل بطرق غير مشروعة، فبالتأكيد هناك هشاشة بالوضع الأمني والسيطرة على الحدود. هناك معلومات تشير إلى وجود جماعات نافذة في الوسط السياسي مستفيدة من إدخال هؤلاء بشكل غير قانوني، هل له علاقة ربما بتزايد نفوذ الميليشيات وأنها مستفيدة من هذا الأمر؟ الحقيقة تقرير وزارة الخارجية الأمريكية اللي صدر عام 2020، الحكومة العراقية لا تأتي بشكل كامل بالمعايير الدنيا للقضاء على ظاهرة الاتجار بالبشر، بالرغم أنها تبذل جهود كبيرة لتحقيق ذلك. أظهرت الحكومة العراقية جهود متزايدة بشكل عام مقارنة بالسنوات السابقة لإعداد هذا التقرير، وأكد المرصد العراقي لضحايا الإتجار بالبشر أن هناك رصد لثلاث شبكات للإتجار بالبشر في بغداد يستدرجون ضحاياهم من خلال صفحات وهمية عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. كما أشار المرصد هنا إلى أن هناك شخصيات حكومية متنفذة متورطة في هذه الشبكات. إذا هناك جهات حكومية متنفذة لها علاقة وطيدة أو قد تكون هي من تدير هذه الشبكات،
لابد أن هناك اختراق الأجهزة الأمنية، هناك اختراق، لابد من الحكومة أن تقوم بإجراءات صارمة من خلال التشديد على تطبيق القوانين، وحتى وإن كانت ضد أشخاص يمتلكون حصانة، قد تكون حصانة دبلوماسية، حصانة برلمانية، أي حصانة ترفع عنهم في سبيل أن يخضعون لهذه القوانين. نعم، من أربيل المحامية والناشطة الحقوقية الأستاذة وسن الدليمي، شكرا جزيلا لك.